يلعب لاتسيو من مناطقه الوان تو، محاولة الاختراق، بول بوجبا يمرر فرصة خطيرة الفيدال، برافو برافو برافو، الكرة في المرمى، سبلنديدو جول، هدف جميل عن طريق فيدال اللي دوما يتألق أمام لاتسيو. في الموسم الماضي في الأولمبيكو سجل دوبيتا ثنائية في شباك النسور، والآن من خلال هذا اللقاء المحارب الشيلي يعلن عن فانتاجه لليوفي. اليوفي يتقدم 1-0. شوف التمرير من بوجبا، بوجبا يمرر الكرة ولا أروع، والكنترول بامتياز من فيدال، ولمسة كانت في محلها من الشيلي لتستقر في المرمى ولتعلن عن بداية رائعة، بداية نارية نموذجية لصالح اليوفي. اليوفي 1 اللاتسيو لا شيء. شوف الإعادة من جديد، هدف يدرس في التمرير، والانتر مليون يورو مقابل بيع لاعب الوسط، لكن اليوفي يريد دفع ما بين 16 و18 مليون يورو إضافة إلى لاعب جاب في مفيدال خالي. هي توبياتا، هي الثنائية يا شيلي للمرة الثانية، يروض الكرة وللمرة الثانية يتمكن من معانقة شباك اللاتسيو. اليوفي يتقدم على حساب اللاتسيو بهدفين اثنين مقابل شيء، وللمرة الثانية فيدال يطول يتألق أمام اللاتسيو. يؤكد فيدال أنه دوما هو لاعب التخصص يتألق أمام الفريق العاصمي أمام هذه الكرة. بونوتشي اللونج بول يضرب دفاعات اللاتسيو، بونوتشي وبوكفا على غرار أندريا بيرلو، تمريرة كانت في محلها وسط فيدال، يضع الكرة بكل ارتياح لتستقر كرته في المرمى ولتعلن عن هدف ثاني لصالح اليوفي. فيدال كل المقاييس هو الأقوى والأخطر هي لاتسيو. لوليتش للوراء يمر اشتيفان رادو، رادو يمهد إرنانز يصور، ترتد الكرة وكلوزا يتابع، كلوزا وأخيرا يسجل، أخيرا يتمكن من مغادرة شباك بوفون وشباك اليوفي. ميروسلاف كلوزا يتمكن من تحقيق حلم التسجيل في مرمى اليوفي. الكرة ارتدت بعد تصويبه من إرنانز، يتابع ميرو كما ينبغي ويضع الكرة في المرمى، يتمكن لاتسيو من تقليص الفارقة. شوف الإعادة، كرة ارتدت يؤثر عليها جانلويتشي بوفون، لأن كان المفروض جانلويتشي بوفون أن يبعد الكرة في الجانب الآخر. جورجيو كليني يمرر الكرة عند بونوتشي، يبدأ المحاولة من جديد لصالح اليوفي. فوتشيليتش، فوتشيليتش اضرب دفاعات لاتسيو، بعد كورة أمامية من جديد بونوتشي يلتغ للمرة الثانية لاتسيو بنفس الطريقة، انطلاقة من فوتشينيتش اللي تفوق فيها، وكورة في أمس الحاجة ليستعيد الهيبة، ليستعيد كبرياء أوروبيا. فامويه والتميز الآن يمر برافو برافو برافو، كارلوس تيفيز يسجل الهدف الرابع على طريقة رائعة، على طريقة ممتازة. كارلوس تيفيز الأباشي هكذا يلقب الكارليتوس في الأرجنتين، يسجل الهدف الرابع. قلت السيد العجوز راهنت على تيفيز بلا حدود، وهو يراهن على دورها بلا قيود، طريقة مع اليوفي بثبات وبنجاح. كارلوس تيفيز بكل أناقة يمر وبكل ذكاء يدع الكرة في الزاوية البعيدة للحارس ماركيتي. شوفوا العادة، يعدل لوريك تشانا ويضع الكرة في زاوية بعيدة تتجاوز مهارة ماركيتي. ماركيتي في السوبر شباكة استكملت رباعية، والآن في الدوري شباكة بكل ترحام تستقبل